عسلامة. عسلامة، مرحبا بيتم بيك أكثر. قدم لنا روحك. تدملت من بشير. بشير الراي ما عنده شيء، وليدات عمي دعا تحت تارين، وليد بنات عمي وما عندنا شيء. سي بشير. اي سي بشير. قلت لي مرتك توفيت. اي. ان شاء الله ربي يرحمها. يرحمها وينعمها بنت. الحمد لله يا نعيم. عندك صغيرات؟ عندي ثلاث صغيرات. وكاري بنيت. وربي يعلم بأحوالي. رمضان جاي ما بوش حتى يعاونونا حتى بحوايجه نحن. ليه بنيت عم؟ ما يعاونونا بحوايجه. ما عندك حد يعاون فيك؟ ما عنديش، عندي ربي سبحانه وتعالى. باهي احكي لي انت وضعيتك كيفاش بالضبط؟ وضعيتي هاني يعني انا من معاك مزمر. لحظه لطف عليك، لحظه بركه. معاك مزمر. لحظه مسيو، قل لي قبل كنت عايش انت وزوجتك؟ من بعد توفيت خليت لك قداش من صغير؟ خليت لي ثلاث صغار. ثلاثة صغار، توا كيفاش عامل انت وثلاثة صغار؟ عمي جاب ربي نعاني نمثل فيهم بالشوي، حتى نعمل. قداش عموراتهم؟ هم ياكلوا ومازالوا ياكلوا. شنو؟ هذه هي احنا، هذه ما عندناش، ما راحوا يعاونونا في رمضان، فهمتني يعاونونا. ينادوا بدوار عيشة. فهمت جبالية. مسيو. نجمو نحكيو بشويه من غير السياح، وسع بالك، خليك هكا كول. عاش بنيتي، مرحبا بيتم. وبتراب كيفاش كنت عايش قبل والمدام موجوده، ومن بعديك كي توفيت المدام شنو تبدل؟ بتري خير، بتري الحمد لله. تو بنيت عمي الامور صعب علينا، ما نجمناش. ومعاك اقعد معاك نمشي على العصا. الاعاقه هذه من اول ما تولدت والا من بعد؟ عندي برشا من عملت اكسيدون؟ عملت اكسيدون بنيتي ولا غالي. من الاول كنت تمشي نورمال؟ لاباس علي. من وقتاش وليت هكا؟ توفت العزوز يرحمها امه. الوالده اللي يرحمها ولا ولع والشاي، ودعتنا واحد. كاري ماله؟ كاري والله كاري. قديش؟ انا والله كاري 200. قديش تاخذ في الشهر؟ واش انا نتاع العزز واش فيهم هذول؟ ما فيهم شيء بنيتي. ما فيهم شيء. عندك منحة من الدولة؟ عندي تهي. منحة؟ منحة متاع عيني. وبالطبيعة عندك كرني علاش؟ عندي الحمد لله. الحمد لله مالا مسيو. ها ما منحنا يعاونونا على الصغيرات يعاونونا. عندك ثلاثة صغار، عندك الحق يقراو. بالطبيعة بنيت. اش عاملين الصغار بعد وفاة الوالدة نتاعهم؟ ما توا تمرمزوا. يعني كيفاش خذيت مسؤولية متاع؟ لا ما عنده معاهم ربي هو. ربي بالمجهول. انت توا خذيت مسؤوليه نتاع ام وبو فرد وقت. بالطبيعة. كبرت عليك المسؤوليه؟ كبرت علي وما راسي وجعني، بدير. لا ولادك هذوكم ربي يخليهم لك. عمل ثاني نحن. ولادك. واش انا عاملين من بنيتي؟ هاي تاخذ الحاله ما فهم شيء. روح يعاونوني في رمضان، يعاونوني يبعثوني شويه ويجات. ان شاء الله ان شاء الله الساده المشاهدين يتفرجوا فيك يعاونوك. ان شاء الله بنيتي. ان شاء الله يا مرحبا بهم وبتراب رجليهم. يحيى السعيد. عندك شكون يعاون فيك هكا ساعه ساعه ولا؟ ما عنديش بنيتي، عندي تبلى بنت عمتي. كل ساعه تبعثني حوايج من فريانه هكا. تطيب شنو عامل في التطيب؟ نطيب نطيب نطيبوني جماعه غادي. جماعه ولاد خالي بهم. او يعاونوا فيك ما شاء الله. يعاونوا فيا تاتا. يعطيهم الصحة يعني معناها نقصوا عليك التعب. لا الحمد لله وقت نعمل بني. كيفاه؟ وقت نعمل. هيا هكا شوي ارجع كيما كنت. ها صحيح. قداش عموراتهم ولادك؟ واحد ولد 11 وواحد ولد 15 والطفلة بنت 17. البنية 17 سنة. اي. هاتو. تعاونك في الدار ولا؟ تاي تل ساعة تجي. تل ساعة تخدم وتجيب من امها وتجيب من حوالي. تقرا هي؟ تقرا مدرسة. يا ربي ينجح الامور. كيفاش علاقتك بصغارك؟ وانت انا عامل لهم بنيتي. كيفاش علاقتك بهم يعني؟ انا نخلي اولادي متايشين في الشارع. ما انت لمهم وربي يلمني انا. بنيتي قهوة. تلبي داهية نهاية. ها؟ والحمد لله ربي يعطينا الوقت الطيب وربي يزازينا بالخير. الحمد لله يا ربي. اه اخواتك واقفين معاك؟ مات الواحد وفي داره ما يهمهم. اخوات مرتك الله يرحمها.
لا 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 ما يجوج اخوالي واخوال مرتي نايا بعيد في بلجة يسكنوا في بلجة بعيد. بخلافك انت شكون لهي بصغيرات؟ هاني نايا واد معاهم والواد مع ربي. الحمد لله بني. الحمد لله. ها؟ راح يعاونونهم في رمضان. باش عاملين صغارك هكا كي ما تنجمش انت توفر لهم الاحتياجات الكل، يعني يطلبوا منك انك توفرها لهم ولا لا؟ والله يطلبوا فيا الدنيا بابا اعطيني واش نعمل لهم. هذا هو. المنحة اللي تاخذ فيها قداش؟ هذه تاهي نتاع الشيخوخ هذه تاهي. لا توانا الرئيس، توانا الرئيس. الله يرحم والدي. قداش؟ هذه تاهي. لا زيادة لا انتاسة ما سام شيء، قاعدين تحت الشباك. كي تخلص الكري. قداش يفضل لك؟ ما يفضلني يفضلني 23,000 واش فيهم؟ بعديك شهر كامل كيفاش تصرف؟ واش نعمل بنيتي أنا نمشي نحوز ونجي. دور لنا هكا. هكا وبني. كيفاش تقعد تصرف شهر كامل يا مسيو؟ واش نعمل؟ أباي نمشي نسرد، ناي شايب. حاشيك. ها؟ حاشيك. ما فهم ولاد الحلال، كل واحد يمشي نمشي للخباز، واحد يمدني خباز، واحد يمدني بيبي زمية. يا تو روح ما تعشي. يا ما خير ولا لا؟ ها؟ ولادك مسؤولية في رقبتك. تو بنيتي. والحمد لله ربي يعين وعمينا. لو كان فما شكون يتفرج فيك يحب يعاونك، شنو هو طلباتك بالضبط؟ اعطيني الوقت الطيب يا ربي. شنو هو طلباتك؟ تحل بيبايا. طلباتك شنو؟ تحل بيبايا تل، يعطيني دويره لوليدات ينسني فيها، ويعطيني حوايج فهمتني حتى بالجبر الله. ها؟ باش حتى وليداتي يرجعوا للدار يلدوا بلاصتها متفرجين متغطين. ايش يا بي حنا نفهم الناس ما عطوهاش قيدة العام وبطلع عليا ما بوش. انت مقدم مطلب في سكن اجتماعي ولا؟ مطلب وما بوش عطو. من وقتاش المطلب هذا؟ عندي 4 سنين تو يطفوا. صوتك اليوم لشكون موجه؟ صوتي وامه وصوتي موجه للدولة. التونسية يحيى بن يحيى. شكون اخر؟ يحيى الرئيس الجديد هذا. ربي يطمن يعني حياتنا. يعني صوتك موجه لرئيس الجمهورية اليوم. الجمهورية. أنا باش نخلي رقم الهاتف نتاعك مسيو، كان فما شكون ينجم يعاونك ولا أي مسؤول يتفرج فينا ولا أي عبد من العبيد اللي تعمل في الخير يعاونوك على صغيراتك اللي هما معناها أيتامة. رقم الهاتف الجوال 27 047 224. 27 047 224.